السلام عليكم، وياكم عبد الرحمن. طبعا بهذا الفيديو ما راح تشوفون لا ألعاب ولا تصويراتي ولا أي شيء من المعتادين عليه. اليوم راح أحكي لكم موقف صار بي تقريبا من 4 سنوات، إذا مو 5 سنوات. سنة 2018 بشهر رمضان تحديدا، يوم 14. وطبعا هذا الفيديو صار له كثير يراودني انه اني اصوره، وخصوصا اخر 3 اشهر ما قاعد يطلع من بالي، ما قاعد اقدر اسوي اي شيء. الفكرة تراودني بطريقة، او هذا الموقف اللي انا عايشه يراودني بطريقة فظيعة. ف اول كان المفروض من زمان احكي، ومن زمان اسوي يعني الشيء اللي وقع علي، لكن مخاوف، مخاوف من الناس، مخاوف من المجتمع. كنت أفكر بردة فعل الناس، إيش راح يقولون، إيش راح يحجون. فحاليا أنا يعني متوكل على الله سبحانه وتعالى، والله على ما أقول شهيد. فراح أبلش بسم الله الرحمن الرحيم أحكي لكم الموقف اللي صار. بسنة 2018 بشهر رمضان تحديدا، يوم 14، أي بوسط رمضان، إجاني شخص بمكان عملي فقال لي: هذول الأتراك مثل الحواوين، يذنبون ذنب بالليل أو النهار، وبعدها يروحون يصلون، وبعد ما يصلون يعتقدون اعتقاد كامل إنه رب العالمين غفر لهم أو تاب عليهم. وقال لي وراها يرجعون يكررون نفس الذنب، أو يكررون ذنوب أخرى، ومن يروحون يصلون عبالهم إنه رب العالمين تاب عليهم وغفر لهم. وهذا الفشي غلط، هذا الفشي مو صحيح. أنا قلت له إيه، يعني الموضوع مو يهمني. إجي فجأة وقف قدامي بدأ يحكي هذا الشي، وقال لي بعدها إنه أكو ناس يظلون يصلون ويقرون قرآن ويدعون رب العالمين انه هو يحقق لهم دعاء معين، وهذا الدعاء اذا رب العالمين حقق لهم اياه بعد التعب مالتهم بالدعاء والصلاة وكذا، اذا رب العالمين حقق لهم الدعاء يعفون رب العالمين، ويعفون صلاتهم، ويعفون دعائهم، ويعفون كل شيء، ويلتهم بالشيء اللي رادوا، بالشيء اللي هم كانوا يدعون فيه واستجاب رب العالمين. وفي ناس يظلون يدعون 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 لله سبحانه وتعالى حتى يحقق لهم في الدعوة معينة، وبالنهاية من يوصلون لمرحلة اليأس يتركون رب العالمين، يهجرون صلاتهم ويلحدون بالله سبحانه وتعالى، ويقولون ان الله مو موجود لان الدعوة اللي دعيتها ما تحققت وكذا، وظليت ادعي ادعي ادعي. أنا بهالموقف، بس أنا كنت بذاك يعني لحد الآن أتذكر موقفي قدامه، بس صافر وأقول له إيه، ما أعرف شنو الشيء اللي مثبتني إنه أنا أسمعه. فبعدها قال لي الدين الإسلام مو هيجي، دين الإسلام لازم واحد يعرف بيها روح الله. وكيف تعرف روح الله؟ سألني هذا السؤال. فأنا جاوبت بكل بساطة يعني بالصلاة. فقال لي روح الله موجودة بالكتاب اللي أنزله، كلماته، أي اللي يقصد به بالقرآن الكريم أن روح الله موجودة فيه، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فقلت لهم إيه، يعني ما أعرف شو أنت شجعوا، بس كنت يعني حاب أسمع للنهاية لآخر الرمق. فبعدها قال لي لحد الآن أتذكر هاي الآية من الحديث كليته: إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حكى هاي الآية، قالها بوجي، وقال لي بعدها آية من سورة لقمان وآية من سورة الإسراء، وقال لي بالقرآن الكريم كل سورة تحفظها إلك بيها باب.
فمثلا سورة لقمان لك بها باب، سورة الإسراء لك بها باب، سورة الكهف لك بها باب. وأنا كنت ما أعرف يعني شنو يقصد بالأبواب، شنو اللي يقصد يعني بهاي الآيات، بهاي السور اللي قال لي إياهن وبهاي الأسامي. وأنا كنت يعني أقرأ قرآن لكن متقطع، يعني ما حافظ شيء من القرآن نهائيا، ما حافظ يعني على قد الحمد والحالة حال ربع العراقيين أو نص العراقيين أو حالة حال ربع الشباب عامة. يعني كنت أصلي وأقطع، أصلي وأقطع، أصلي وأقطع، لكن بذاك يعني بشهر شعبان ورمضان أني يعني كنت بلشت بتوبة جديدة بعد الإدمان اللي كنت عايشة والمرحلة المرضية اللي عشتها والانتكاسة. يعني رب العالمين كتب لي عمر جديد الحمد لله والشكر. فبعدها قال لي بكم يوم أو كم سنة شهر تنبني السفينة. فأني سقطت بوجه، قلت له 5 أشهر. كان يقول لي 5 سنوات، هاي ال5 سنوات راح يبلشون من بداية السفينة يرسموها وبعدها يخططوها وبعدها يبلشون بنائها ولحد ما تنبني. الدين الإسلامي مالتنا نفس الفكرة هذا، بعد ما تنبني السفينة ينزلوها للميناء، ينزلوها للبحر يعني. بعد ما ينزلوها للبحر إذا فيها أي عطل يرجعوها، يسوي لها صيانة معينة وراح يرجعوها تبحر بالبحر. تمام. قال لي الدين الإسلامي مالتنا نفس السفينة هاي، لازم تبلش تبني نفسك، تتقرب من روح الله، تقرأ قرآن، تحفظ الآيات والسور، وتقرأ يعني تتقرب لله سبحانه وتعالى حتى تعرف رب العالمين شنو هو وتعرف الدين الإسلامي شنو هو. أنا قلت له تمام، يعني بس كنت صاف وباحث عن الموضوع. بعدها كان يقول لي أنا حنطيك مثال وأروح. قلت له تمام. قال لي لنفترض إنه صار فيضان كلش كبير وهاي العالم كلها غرقت والعمارات وقعت والسيارات هاي طارت قدام، هو كان يأشر قدام كذا، والسيارات هاي ارتفعت وتلاقي هاي الشجرة على ايدك اليمنى، فعلا كانت اكو شجرة، بقى هاي الشجرة على ايدك اليمنى جذورها نابتة بالارض ورافع راسها للسماء وتسبح. شو تقول هاي الشجرة؟ الشجرة تحكي يعني هناك ومخي وقف تمام، يعني نعرف ان الشجرة تسبح لله سبحانه وتعالى، بس شو تقول يعني بهيج موقف؟ شو تحكي بهيج موقف؟ فكل سذاجة قلت لا تصلي على النبي. فالرجال قال لي هاي الشجرة تسبح وتقول اللهم أغثنا من موج الدنيا يا الله، كررها هيجي طالع بنص عيوني ويحجيها 3 مرات، اللهم أغثنا من موج الدنيا يا الله، اللهم أغثنا من موج الدنيا يا الله. المرة الثالثة إذا يقولها لا إراديا كمشت القلم وكتبت قدامي على قطعة مع الورقة، يعني كتبت اللهم أغثنا من موج الدنيا يا الله من سنة 2018 لحد هذا اليوم. الكلمة هاي أو الجملة هاي أو الدعاء هذا اللي قالت الشجرة لحد الآن أنا أحكي، ما قدرت يعني أعوفه، ما تقدر أنساه أصلا. بعد ما قال لي اللهم أغثنا من موج الدنيا يا الله، أذن العصر بوقتها وقال لي أنا راح أروح وراح أجيك بعدين في أمان الله. فقلت له العفو ما عرفت اسمك الكريم. كان يقول لي أنا ما عندي اسم. قلت له زين، لقب، كنية، أبو من؟ كان يقول لي أنا ما عندي أحد على هاي الأرض، أنا مرسول جيتك من الله سبحانه وتعالى، دا أحكي لك هذا الحكي، دا أوصل لك هاي الرسالة، واللي صار بيني وبينك من حكي احكي للناس وراح أجيك أنا بعدين.
طبعا انا يعني ورا ما قال لي انا مرسول من الله سبحانه وتعالى دا اوصل لك هذا الكلام، بقيت باهت بوجهه ما عرفت انطي اي جواب. يعني شي شايفين هاي الشوك هيك الصدمة اللي تجي، بقيت صافن وما اعرف شو اسوي. وبعدها طلعت ورا الرجال ابو علي، الرجال اختفى ماكو، ظل يتمشى من يم الشجرة، وصل للشجرة اللي كانت تسبح اللي قال لي عليها الدعاء اللهم اغثنا من موج الدنيا يا الله، والرجال اختفى. ف لحد الآن أتذكر هذا الجزء لما يقول لي اللي صار بيني وبينك من حكي احكيه للناس. وسبحان الله الشي اللي متذكره أني هو صار حكي هواية، أنا أعرف إنه هو صار حكي هواية، لكن أكو نقاط معينة رب العالمين يريدني أحكيها. وبهاي ال5 سنوات اللي مرت تقريبا، يعني من رمضان 2018 لحد هذا رمضان، يعني اللي راح يصير بإذن الله تعالى ب 2023، هواي تغيرت بشخصيتي، خصوصا لما بلشت أتقرب يعني لرب العالمين وأعرف الدين اللي الحقيقي يعني. ما أؤمن بالتطرفات، ما أؤمن بالشغلات الزايدة الناقصة. القرآن واضح بطريقة يعني سبحان الله، يعني حرفيا اللي يريد يتقرب لله سبحانه وتعالى ويريد يعرف الدين اللي هو المنشوء عليه، بعيدا عن أبوك، بعيدا عن أجدادك، بعيدا عن عمامك، بعيدا عن الطائفة اللي أنت من عندها، بعيدا عن كل الكلام، بعيدا عن الأحاديث، بعيدا عن كل هذني الكتب، بعيدا عن كل شيء، أول شيء ترجع له هو المرجع اللي الذكر اللي انحفظ رب العالمين يعني حافظه هو القرآن الكريم. بداية مشوارك للدين الصحيح أنه أنت تقرأ القرآن وتقرأه، وأنه أنت يعني عارف كل الإضافات اللي أنت تعرفها، يعني كأنه طفل جديد بلش يتعلم. فأحس أنه يعني يستاهل أنه أنت تبلش من جديد. والرسالة اللي نقلتها قبل شوية، الموقف اللي صار بيني وبين الرجال بعد الزلازل اللي دا تصير بالعالم والفيضانات، وأكو وعود إنه راح تصير تسونامي والله يحفظنا جميعا. ما أعرف، قلت لازم إنه أنا أطلع أحكي الموقف اللي صار. عجبا إنه أنا يعني أنا أعرف إنه أنا تأخرت كلش، لكن يعني أحس إنه هو هذا وقته إنه ينحكي بيه، ورب العالمين هو اللي يعرف. فنقول الحمد لله والشكر على كل شيء، وآسف على الإطالة وهي طولت. لكن هذا الموقف اللي صار حرفيا ما قاعد أقدر أطلع من عنده، لأن عايش بداخلي وما أعرف يعني حتى هل أنا فتحت أبواب سورة الكهف أو أبواب سورة الإسراء أو أبواب سورة لقمان. تمام، هواي تغيرت بشخصيتي بعد ما تعرفت على القرآن. يعني مش قد ما أقول تعرفت عليه، مش قد ما أقول إنه بعد يحتاج لمغامرة أكثر، إنه مو مغامرة بقد ما هو يعني استطلاع فهم أكثر. وأنا ما أرجع للتفاسير هواي بقد ما أنتظر الوحي اللي رب العالمين ذاكره بسورة طه، راح تشوفون الآية قدامكم. أنت أنتظر الوحي ينزل وأفهم الآية بالموقف الحاصل. الحلو بالقرآن أنه هو يتجدد ويا كل المواقف اللي إحنا نعيشها، وهذا الشيء أنا ملاحظه، أنه إذا ترجع الأسباب سبب الآية وسبب نزول الآية تشوف شيء تاريخي قديم، لكن إذا تفهمه على وضعك الحالي تشوف أنه هو يقصد بالوضعك الحالي اللي أنت بيه. فالله يهدي الجميع والله يرشدنا لطريق الحق، وشكرا لكم، شكرا لاستماعكم إذا أنتم قاعد تسمعوني لحد هاي الدقيقة. وكان أخوكم عبد الرحمن وياكم في أمان الله، أشوفكم في مقاطع أخرى.